عسليمة. هيئة الحقيقة والكرامة كشفت برشا ملفات فساد للتوانسة. الناس الكل تقول تونس ما فيهاش فلوس، أما كي تجي تشوف تونس فيها برشا فلوس. سمعتوشي بالبنك المركزي الموازي اللي موجود في الخربة في باب الديرة؟ البنك هذي عبارة على غيزو نتاع عباد يخرجوا في الديفيز من البلاد، متكون من توانسة، ديرية، ليبية، وعندهم جماعتهم في دبي وتركيا. العباد ذوما يلموا ويخرجوا في الديفيز من تونس في النوار، بعبارة أصح إكناترية متاع ديفيز. كليوناتهم هما التجار المواردين، يشريوا في السلع من برا، خاصة من الصين، تركيا، الهند ومصر. الإكناترية هذوما يلموا ويبدلوا في الفلوس من تونس، من عند أي واحد ومن أي جنسية كانت، وخاصة التوانسة والديرية المقيمين بالخارج، وتخرج من بعد عن طريق بنقردين، ومن غادي تخرج ليبيا، ومن ليبيا تخرج البنوك في دبي ولا في تركيا، ومن البنوك هذه تتبعث يا إما للفورنيسور اللي يمشي له المورد التونسي لبلاده كيما الصين مثلا، ويعدي كوموند ويخلص قبل ما تدخل السلعة لتونس، وإلا تتبعث الفلوس للوسيط اللي ياخو كوميسيون ويبدلها على حسب سعر الصرف اللي يخدمو بيه في النهار هذاك. المورد التونسي ما يقفش كان هوني، يزيد يعمل فاتورة مضروبة بأقل من قيمة السلعة ببرشا، وهكا كي يرجع لتونس يخلص أداءات أقل ببرشا، وياخو ورقة استخلاص من الديوانة باش يخرجوا له سلعته اللي يزيد يمدها لبنكتو باش قال شنوة يخلص بها الفورنيسور بالديفيز، وهكا يخرج أكثر فلوس من تونس، خاطره بتبيعته خلص الفورنيسور متاعو كيمشيلو لبلادو. أما في الحقيقة هو يبعثها للوسيط البرا، وهو اللي يجيب له في السلعة اللي يحب عليها الكل، كما ينجم يكون حال كنت عنده في النوار يخلص به السلعة اللي باش يشريها المرة الجاية. وهذا مثال من اللي قاعد يصير. في 2016 شدت الديوانة شبكة مختصة في عمليات التوريد بطريقة غير قانونية تنشط بجهة الساحل، وقيمت المبالغ اللي تم تهريبها ب 5.88 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 11.262 مليار دينار تونسي. وشدوا جماعة في تونس العاصمة في الخربة هربوا 10 مليارات تونسة مقابل توريد بضاعة مختلفة بقيمة 25 مليار تونسي، وكي حققوا معاهم وثبتوا من الفاتورات المضروبة طلعوا متهربين من أداءات ومعاليم ديوانية بقيمة 7 مليارات تونسة. اللي نفهموه إنه العبيد هذوما عرفوا ثنايا الكل متاع تهريب الديفيز، واستغلوا الثغرات في القوانين التونسية القديمة اللي تحطت من عام 1976. هذاك علاش يلزم الدولة تراجع القوانين المنظمة للمعاملات المالية مع الخارج في أسرع وقت ممكن، وزاد لازم البنك المركزي التونسي يخدم خدمته على قاعدة ويتبع التجار الكل عند التصدير ويثبتوا معاهم في الفلوس اللي مش قاعدين يرجعوا فيها لتونس. الديوانة زادة يلزمها تطور وترد كل شيء يتعدى على الإعلامية، خاصة عمليات توريد الديفيز من برا، باش تضمن إنهم ما يبدلوهاش بطريقة غير قانونية. ولازم زادة تفعل منظومة الاستعلامات باش يطيحوا بها الشبكات هذي اللي قاعدة تنهب في خزينة الدولة.